بطبيعة الحال اليوم يعني عرض الوزير الأول بيان السياسة العامة للحكومة. بطبيعة الحال فيه إيجابيات وفيه بعض السلبيات اللي قدروا نشوفوها في بيان السياسة العامة، ولكن ذكروا بعض الإيجابيات اللي يعني كانت يعني عادت بالإيجاب على المواطن الجزائري. نذكر منها على سبيل المثال يعني قرار منحة البطالة، كذلك إدماج ثاني المدمجين يعني هذوك اللي دمجوهم في المناصب اللي كانوا فيها، وثاني شيء قرروا نثمنوا أيضا بعض القرارات السيادية اللي اتخذها رئيس الجمهورية فيما يخص يعني التنقيب أو فيما يخص غار جبيلات في تندوف، وكذلك أيضا ثمنوا يعني أنه رئيس الجمهورية في قرار يعني التزاماته 54 يعني نفذ العديد منها. ثاني بالنسبة للشركات المنجمية في ولاية طمدراس الثاني للشباب يعني استفادوا من هذه الشركات، وكاين أيضا يعني عدة إيجابيات اللي نقدروا نثمنوها بطبيعة الحال. كذلك بالنسبة للعمل القانوني أو تكريس القوانين يعني أو كما نقولوا تحيين القوانين على حسب الدستور، فيه عدة قوانين التي حينت على مستوى المجلس الشعبي الوطني، هذا أيضا يحسب للبرلمان ويحسب أيضا للحكومة في حد ذاتها. هذا إيجابيات اللي قدروا، وفيه إيجابيات كثيرة ممكن الوقت ما يكفيناش باش نثمنوها، ولكن الحمد لله يعني الحكومة راهي سايرة في الطريق يعني اللي نتمناه، انه لأنه سنة ما تقدرش تقيم فيها الحكومة، نتمناه أيضا من ناحية الفلاحة من ناحية الصناعة، كاين أمور بزاف ونقائص، ولكن نتمناه من الحكومة استدراكها. والسلام عليكم.